طوفان الأقصى، حدث قابله طوفان من نوع آخر، تمثل في الدعم الأمريكي لإسرائيل. تبارى البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون وباقي المؤسسات الأمريكية في إظهار هذه المساندة. ليس هذا فحسب، بل إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن جيش بلاده لا يضع شروطاً على مساعداته الأمنية لإسرائيل. البداية كانت في إرسال دفاعات جوية وذخيرة وصواريخ كروز ورجمات صواريخ ومقاتلات، أعقبها إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق المتوسط، والبقية في الطريق. البيت الأبيض أعلن أنه يشارك المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل على أعلى المستويات، فيما تعهد سيده جو بايدن في اتصالاته كافة ومؤتمراته بتعزيز الدعم العسكري لتل أبيب، محذراً أي طرف آخر ممن وصفهم بأعداء إسرائيل من استغلال الموقف الراهن. دبلوماسياً، استهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته في منطقة الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل، مبدياً كل الأسى على القتلى من الجانب الإسرائيلي فحسب، ومتعهداً ببذل الجهد للإفراج عن الأسرى. وما بين الأسى والتعهد جاء إظهار الدعم الذي بالغ فيه بلينكين حين قال إن إسرائيل رغم قوة جيشها ليست في حاجة إلى الدفاع عن نفسها ما دامت الولايات المتحدة موجودة للقيام بهذا الدور.